حشود كبيرة تشيع جثمان الطفل ريان في جنازة مهيبة بقريته إغران بمدينة شفشاون. شيع المئات من المواطنين جثمان الطفل ريان في جنازة مهيبة بقريته إغران بجماعة التمرط بإقليم شفشاون ظهر اليوم الاثنين، حيث وري جسده الثرى بمقبرة قرب متجره. وكان ريان قد سقط الثلاثاء الماضي في ثقب مائي مهجور قرب منزل أسرته، حيث قضى في قعر البئر 5 أيام بلياليها لتصل له فرق الإنقاذ. لكن بعدما فارق الحياة ولقيت قضية الطفل ريان تعاطفا دوليا كبيرا، حيث تابع الملايين عبر فيديوهات البث المباشر عملية محاولة إنقاذه لحظة بلحظة، متشبثين بأمل بقائه على قيد الحياة. وبعد إعلان وفاته عبر الآلاف عن صدمتهم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.